اليوم غندوي لكم على كيفاش نبدلوا الزيت ديال الفران ديالنا. يعني كنت دويت عليها شحال من خطره. دونك كاين جوج ديال لي ماركي لا دو 3 يعني دو 3 وكاينه دو 4 وكاينه دو 5 اللي غندوي لكم عليها من بعد. المهم الاخوان الناس اللي باغات تبدل الزيت ديالها نورمالمون في البوشون ديالكم راه كتبان لكم راه كاينه دو 3 ولا دو 4 حنا راه كتبان لكم دو 3 او دو 4 يعني غتشوف لو دوت اللي عندك غتشري الزيت ومن تما كاينه نورمالمون. انا عندي هاد القرعه هذه كنعمرها تقريبا خاصك لتر ربع ايترو باش يعني باش تبدل الزيت ديال الفرانات كامله. انا بندي هذه سينو انت تقدر تبقى تخوي او تبومبي. بالنسبه لي الاخوان يعني الطريقه اللي عندي انا هي انه كدير بالفاكيوم كنركب البرد في هذه وهذه يعني كتمص الزيت اللي عندنا هنايا دونك كتحل كتخليها غاديه بوحدها كتخوى حتى كتحس انك راه خويت تقريبا شي رابعه. عاد ديك الساعه كتسد وكتكمل بالطريقه يعني الكلاسيكيه هي انه واحد كاين في الطوموبيل تيبقى كتقول ليه بومبي 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 ملي كتقصح البيدال عنده يعني انه السلندر الاحمر كتحل هذا البرجر هذا يعني هو سالو 8 كتحلو ملي كتخوى ديك الزيت كتعاود تسد كتطلب من الاخر انه يعاود يبومبي باش سميتو باش البرد يخرج من الفرانات. ملي كتبدل الفرانات ما كاينش البرد وانما كتبدل كاليف من الفرانات. كنلاحظ الاخوان هنا انه كاين واحد بحال سبوت ديال الصدى. هذه الحراره ملي الديسك كيدور كيسخن لي بلاكيت وملي لي بلاكيت كيسخنوا كيسخن هاد لابارتي هادي حيت هي لا اون كونتاكت مع لي بلاكيت. دونك هادي كتسخن والزيت راه كاينه هنا. دونك هاد الزيت هادي خصها تبدل كل مره 60000 كيلومتر ولا عامين. دونك الاخوان هذا تقريبا 2015 دابا حنا 2017 دونك خصك تبدل الزيت ديالو باش يولي كلشي نقي وكلشي نيزال. يلاه الاخوان بالنسبه لدوت 5 هذيك لادوت 5 مديوره للصيع حيت فيها السيليكون يعني مديوره بزاف ديال الطوموبيلات اللي هما سبار. بالنسبه لي انا حيت لادوت 3 قدرت لادوت 4 حيت كنسوق بالجيت وكنسوق يعني معفر شويه. دونك يا اخوان حاجه سهله تجي انت وصاحبك كتعمر الزيت كتبومبي واحد كيحل كي كتخوى الزيت كتسد كيعاود يبومبي كتحل كتخوى الزيت سينو الا كان ما كانش عندك ما يدير كتحل البوشون كتخلي لا غرافيتي دير خدمتها. لا غرافيتي هي انه هنايا يعني على من التحت كتحلو كيبدا يخوى راسو. الاخوان ملي غديروا الطريقه هادي عندكم الزيت تقاس الطوموبيل يعني حيت الا قاست الصباغه راه مشات يعني الزيت ديال الفران عدوه ديال الصباغه ديال الفران. دونك الا تقاس لكم كلشي مشى. يلاه الاخوان تهلاو ليا فراسكم ونهاركم مبروك.